بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. السنة المطهرة في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت محفوظة عند الصحابة جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم. وإن كان في الحقيقة نصيب كل صحابي كريم منهم كل نصيبه في حفظ السنة بيختلف من عن نصيب الآخر، يعني منهم المكثر من حفظها سواء حفظا في الصدور أو في السطور، ومنهم المقل ومنهم المتوسط في ذلك. لكن اللي حابين نأكد عليه إنهم رضي الله عنهم قد أحاطوا بالسنة المطهرة واهتموا بنقلها إلى التابعين، وهكذا لما جاء التابعون كان عندهم نفس الدقة اللي تعلموها من الصحابة، وجيل خلف جيل تقي عن تقي قاموا بنقل السنة النبوية المطهرة. خطأ كبير ممن يدعي أن السنة بعضها أو أغلبها خطأ على من يدعي أنه الصحابة لم يعتنوا بالسنة، ده كلام باطل وغير سليم. الفرية دي أو هذه الشبهة التي أثاروها بأنهم بيقولوا أنه لم يعتني الصحابة بالسنة كما اعتنوا بالقرآن الكريم، كلام باطل، والواقع ينفي ذلك، والتاريخ وسياقاته العديدة تنفي ذلك. وإحنا شفنا قد إيه مدى عناية وحرص الصحابة على السنة المطهرة، إزاي هيغيب عن الصحابة شيء منها وهم اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمهم بصحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن طويل جدا، حفظوا في الصحبة دي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله صلى الله عليه وسلم، أحوال النبي في كل حاجة وأقواله في كل حاجة، في نومه، في يقظته، في حركته، في سكونه، في قيامه، في قعوده، في اجتهاده، في عباداته، في سيرته، وسرايا النبي ومغازي النبي، حتى يعني ما كان يمزح فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وزجر النبي، وخطب
النبي عليه الصلاة والسلام وأكل النبي وطريقة أكل النبي وما كان يحب وما كان يكره، الأكل والشرب، معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأهله، تأديب النبي لفرسه صلى الله عليه وسلم، وكتب حضرة رسول الله إلى المسلمين وإلى المشركين، حافظين كل شيء، عهود النبي ومواثيق النبي، ألحاظ النبي، أنفاس النبي، صفات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كل ده مع حفظ الصحابة الكرام لأحكام الشريعة وما سألوه للنبي عليه الصلاة والسلام عن العبادات والحلال والحرام أو المسائل اللي كانوا بيختلفوا فيها وبعدين يتحاكموا إلى حضرته صلى الله عليه وسلم. فكانوا بحق خير خلف لخير سلف رضي الله عنهم وأرضاهم. بل إنك لتبصر من شدة دقة هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه في تلقي الحديث، إنهم رضي الله عنهم ما كانوا يكفون عن سؤاله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما بيبطلوش أسئلة في معاملاتهم وفي عباداتهم وفي عقائدهم وفي سائر أمورهم، بل إن من شدة حرص الكثير منهم إنه كان إذا وصل إلى أحدهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا من صادق زيه صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي صادق يبلغ صحابي صادق، وسيدنا أنس كان بيقول ما كنا نعرف الكذب لا نكذب وما كنا نعرف الكذب، هذا هو المجتمع النبوي الشريف. ومع ذلك كان من شدة التثبت في أخذ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يسمع الصحابي الخبر يرجع يعود إلى حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لينهل من معينه، يتزود من علم النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويتثبت من هذا الخبر، كما حدث لضمام ابن ثعلبة وقومه حين جاءهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغهم الرسالة. كان النبي أرسل إليهم برسالة، فانطلق ضمام بنفسه بقى، يعني ورح لهم ديار، ذهب إلى ديارهم، فانطلق ضمام إلى حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان حول النبي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فدخل ضمام المسجد على جمل، وسيدنا أنس بيوصف الموقف اللي حصل، فلما دخل ضمام أناخ الجمل في المسجد، ثم عقله، ثم قال له، والنبي قاعد وسط الصحابة هو مش عارف مين منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يسأل لهم أيكم محمد، وسيدنا أنس رضي الله عنه يصف المشهد يعني، فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فبدأ يتوجه بالخطاب إلى النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى دقة الصحابة اللي جاي له عشان يتأكد من الخبر اللي وصله، فبيقول لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تجد علي في نفسك، أنا هسألك وعايزة استوثق وما تتضايقش من كتر سؤالي وشدة حرصي على إن أنا استوثق من المعلومات اللي وصلتني عنك. فقال صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، اسأل اللي انت عايزه. فقال أسألك، قال ضمام بن ثعلبة، قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب وقال اللهم نعم. فقال ضمام بن ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. شوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وصل الخبر بس حب يجي يشوف النبي يلتقي به عليه الصلاة والسلام وبعدين يتأكد بنفسه من المعلومة اللي وصلت له. شوف في هذا الوقت المبكر كيف كانوا رضي الله عنهم يستوثقون من جميع الأخبار التي تصل إليه. وتعالى شوف صورة تانية،
من الصور اللي بتوريك انه تلقي الصحابة للحديث مش تلقي عادي رضي الله عنهم، تلقي الصحابة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام تلقي حثيث فيه ضبط في أخذ الخبر للعمل به. فتشوف مثلا أحد الصحابة الكرام حين قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، اتضايق بقى أو قبل امرأته مش عارف الحكم تقبيل التحية يعني، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، بعت زوجته تسأل أم من أمهات المؤمنين، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين ستنا أم سلمة أمنا رضي الله عنها، فأخبرتها بسؤال زوجها، فقالت أم سلمة إن رسول الله يقبل وهو صائم. المقصود بالتقبيل أثناء الصيام المقصود به قبلة التحية، قبلة التكريم، التقدير، الرحمة، وهي مفهومة كتحية الرجل لامرأته حين عودته إلى المنزل، أو هي كذلك ده المعنى أنها التحية والتكريم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته بما سمعته من أمنا السيدة أم سلمة، فزاده ذلك شرا، اتغاظ عليها أكتر وقال لها لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء صلى الله عليه وسلم. فرجعت تاني زوجة هذا السائل إلى أم سلمة، فوهي في المرة التانية رجع وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة، والنبي شافها راحت وجت رايحة جاي عايز يعرف إيه الخبر. فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، ما قلت لهاش؟ فقالت له أم سلمة أقد أخبرته، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إني لأتقاكم لله ولأعلمكم بحدوده صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. شدة ورع الرجل السائل دفعت به أنه يظن أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما أكد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه حكم عام. يعني ده شدة حرص في تلقي، شوف يبعت زوجته مرة ويرجع تاني يبعتها وهي تسمع كلامه وتروح، ليه؟ لأنه ده مجتمع يعلم خطورة فهم الأحكام الشرعية من رسول رب العالمين للعالمين. فرجعت بمنتهى عايزة تتأكد تستوثق من الخبر، لما هو قال لها يعني أحوال سيدنا رسول الله ليست كأحوالنا، إلى أن أكد له النبي عليه الصلاة والسلام إن ده خبر عام. شوف درجة استيثاق الصحابة الكرام رجالا ونساء مما يسمعوه من الحديث ومما فهموه كمان، مش نقل دون فهم، نقل بفهم. وتعالوا نشوف أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه ولا تفهمه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وتفهمه، ترجع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتتناقش معاه وتاخد وتفهم المعنى، وكان يستشكل عليها بعض المعاني ترجع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من هي في رواية الحديث رضي الله عنها أمنا وستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن صور تلقي الصحابة الحثيثة اللي فيها حرص اللي فيها دقة للهدي النبوي الشريف، إنه كانت كتير في وقائع وحوادث بيشوفها الصحابة وبيشوفوا فيها تصرفات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا دي تصرفات كتيرة جدا وحوادث ووقائع كثيرة، سواء في خاصة بصلاته صلى الله عليه وسلم، خاصة بصيامه صلى الله عليه وسلم، بحجه، في أثناء سفره، في أثناء إقامة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ده نقلوه الصحابة بدقة شديدة إلى الجيل اللي بعدهم اللي هو جيل التابعين، اللي نقلوها إلى من بعدهم، إلى هكذا إلى أن وصلت إلينا السنة النبوية المشرفة غضة. السنة أو حصر هذه الوقائع والشواهد التي كانت في زمن النبوة،
حرص الصحابة على تلقي كل شيء باهتمام وبورع وباستيثاق وبتثبت خلف أو يعني ترك سنة جانب كبير جدا، أو هي تؤلف جانب كبير جدا من السنة، وخاصة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات والمعاملات وسيرته صلى الله عليه وسلم. زي مثلا سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وده من الأخبار القوية. وبعدين يجي سيدنا جبريل في شكل رجل كما أخبرت بذلك المرويات، يأتي في شكل رجل شديد ثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد شعر الرأس، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه أحد من الصحابة اللي كانوا حاضرين المشهد ده. ده سيدنا عمر بن الخطاب اللي بيحكي لنا ده، جاي عشان يسأل النبي مجموعة من الأسئلة والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب عنها، فيتعلم الصحابة من إجابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أيعقل أنه بعد إلقاء هذه الأسئلة ويأتي سيدنا جبريل عليه السلام وبعدين العلم ده يضيع؟ حتى أنه بعد ما انصرف سيدنا جبريل عليه السلام، بعد ما سأل ما الإسلام والنبي أخبره بأركان الإسلام وأخبر الصحابة ما الإيمان وأخبره بأركان الإيمان وأركان الإحسان وتكلم عن الساعة، بعد ما انصرف سيدنا جبريل التفت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى من حوله وقال، إن راوي الحديث سيدنا عمر، يا عمر أتدري من السائل؟ فقال سيدنا عمر قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طب لما سيدنا جبريل، يعني شوف تنوع طريقة عرض السنة الحديث، طار بمجالس العلم اللي شفناها وحرص الصحابة على حضورها، واللي ما يقدرش يحضر يتناوب يتناوبوا على المجالس ويبلغ الشاهد الغائب بأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتجد صور تانية رصد الصحابة لمواقف المواقف المختلفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواقف المتنوعة والمختلفة في حياتهم والإشكالات اللي كانت بتقابلهم، ويرجعوا لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان يسألوه والنبي عليه الصلاة والسلام يفتيهم ويجيبهم. وبعد كده مش كده وبس، ده تحصل شواهد وقائع قدامهم يروها بالظبط لأنهم شربوا معانيها وطبقوها وعاشوها. ومن ذلك ما شاهده الصحابة الكرام من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا ما رواه لنا سيدنا علي رضي الله عنه، قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل، من أول الليل وآخره وأوسطه، فانتهى وتره إلى السحر. فسيدنا علي بيوصف لنا حال سيدنا رسول الله في صلاة الوتر، صلاها أحيانا شافوا بيصليها أول الليل، أحيانا في وسط الليل، أحيانا في التلت الأخير من الليل، حتى اللي هو وقت السحر. فده لما يروي لنا معنى زي ده مما رآه وعاينه من حاله صلى الله عليه وسلم، يدينا ساعة هذا الدين، ونعرف أن المسألة في صلاة الوتر على الساعة أول الليل، أوسط الليل، آخر الليل، كما يتيسر الإنسان. من ذلك أيضا ما رواه سالم ابن عبد الله عن أبي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف سيدنا رسول الله بيمشي أمام الجنازة، يعني رأى وأبصر ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، وحفظوا ذلك في الصدور وفي السطور، ورووه لمن جاء بعدهم علما غضا طريا. ومن هذه النماذج وغيرها الحقيقة، وهي كتيرة جدا، احنا بس بنضرب نماذج عشان نشوف مع بعض خطورة انه ما يبقاش في سنة، او ان يجي انسان دون علم فيدعي أن الصحابة لم يهتموا بالسنة كاهتمامهم بالقرآن، كلام عين جهل، مجافي للعلم، مجافي للرعاية الربانية
للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. اللي كتبوا القرآن هم من كتبوا السنة رضي الله عنه. نماذج كتيرة جدا بتؤكد على حفظ الصحابة الكرام للسنة في الصدور وفي السطور. وبيظهر لينا إن السنة المشرفة من خلال النماذج دي وغيرها حفظت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لعوامل كتيرة جدا. أخطر العوامل دي وأقواها الأمر الإلهي للمؤمنين في القرآن الكريم باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طب والقدوة والأسوة الحسنة دي موجودة معاهم، عايشة معاهم، شايفينها. القدوة النابضة الحية كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكان يشرح للصحابة الكرام ويوضح ويبين ويفسر ويبسط ويضرب الأمثال صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. هيأمرهم يقتدوا بالقدوة وهم مش مهتمين بها؟ هيأمرهم بأنه يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه ويهملون أخذ الحديث منه بكل الوسائل والطرق اللي احنا أشرنا إليها؟ لأنه أخذ الحديث لم يكن فقط بالتلقي المباشر في مجالس الحديث، دي صورة من الصورة الكبيرة الشهيرة، لكن في صور تانية كتيرة كما ذكرناها. من الأمور المهمة اللي بتأكد على حفظ السنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الإلهي للمؤمنين وللمؤمنات بضرورة دوام التلقي عن حضرته صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبيدعم كل ده مجموعة من العوامل التانية اللي بتعين شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول رب العالمين للعالمين. وقد كان صلى الله عليه وسلم صاحب شخصية فريدة في وأساليب بأساليب فريدة في تربية المؤمنين والمؤمنات وتوجيههم وتعليمهم، لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على زرع السنة في القلوب والعقول. كمان من الحاجات اللي بتأكد ضرورة حفظ الصحابة للحديث للسنة في زمن النبوة أهمية مادة السنة المطهرة التي هي هدي وهدى شريف للمؤمنين والمؤمنات في سائر دروب حياتهم. السنة هي المبينة لما جاء في القرآن، الشارحة لما جاء في القرآن، المشرعة بأمر رب العالمين. لهذا ولغيره حفظت السنة المطهرة برعاية الحي القيوم. ومن العناصر برضو المهمة جدا في حفظ السنة الصحابة نفسهم الكرام، هؤلاء الرجال طلاب، ولما نقول رجال نقصد الرجال والنساء اللي قاموا برواية الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصحابة الكرام طلاب العلم النبوي الشريف اللي تلقوا السنة المطهرة علما وطبقوها عملا، لأنهم تلقوا السنة دي من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حرص. عارفين الطالب المجد اللي ما وروش حاجة غير طلب العلم والاجتهاد فيه، دول قاعدين بينهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دول الصفوة المختارة اللي ربنا اختارها تبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حرص شديد منهم على تلقي الحديث، وعلى كل حال كانوا يتلقون الحديث الشريف، تجاوبوا مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلقي المخلص لهذا العلم للوحي الثاني السنة النبوية المطهرة. انفعلوا بالسنة جادين مطبقين لما كانوا يتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوب مخبتة متواضعة انطوت على رهبة مخلصة صادقة في اتباع الهدي النبوي الشريف الذي أمرهم الله تعالى باتخاذه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ده كان ليه أثر عظيم
في حفظ الصحابة للسنة، كل السنة، دقيق السنة وعظيم السنة، وكلها عظيم، يعني من أصغر شيء لأعظم وأجل شيء في السنة حفظه الصحابة الكرام في الصدور وفي السطور. وبعدين نقلوها بعد ذلك إلى التابعين الذين قاموا هم كذلك على نفس المنوال، على نفس منهج الصحابة الكرام. الصحابة تعلموا المنهج ده من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقلها التابعون، نقلها التابعون كذلك إلى من بعدهم. كل ده اتعلموه من حضرة رسول الله امتثالاً لما أخبر به حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي علمهم وهم كانوا أصحاب عقول ذكية في صفاء ذهني، والعربي معلوم بصفاء ذهني وقوة ذاكرته وحفظه. وبعدين هم فنهم الكلام، الكلمة، يبدعوا في الشعر، يبدعوا في النثر، قصائد، أسواق تقام كانت من أجل الأدب، يعني أصحاب فن ذوقي، الكلام، الشعر، النثر، المفردات. ومن شدة حرصهم كانوا يبعثوا الأبناء منذ الصغر في الصحارى لكي يتلقوا اللغة، اللسان العربي بدقة، لسان عربي واضح قوي، وكان عندهم اهتمام دقيق بهذا. كيف يكون ذلك؟ كيف مع هذه المواهب يعجزوا عن أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم وفي سطورهم للكتبة منهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وضع المنهج، هو من وضع المنهج في الحفظ والنقل. وهذا المنهج في الحفظ والنقل دام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال صلى الله عليه وسلم: تسمعون، يعني بكلم الصحابة، يعني تسمعون مني الحديث، أو تسمعون من بعضكم، تسمعون من بعضكم ممن حضر، ممن كان يحضر مجالس الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول تسمعون ويسمع منكم. الشاهد يبلغ الغائب كما كان يأمر صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا هو المنهج، سلسلة السند. اللي مش عاجبه، اللي مش فاهم، الذي أصل هذا المنهج هو حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تسمعون، بيكلم الصحابة، ويسمع منكم، أي يسمع منكم الحديث وما تعلمتموه. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. السلسلة: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. كل مجموعة تلمذت أو كانت لها، كان لهم تلامذة تلقوا منهم حديث رسول الله، أبلغوا من بعدهم ووضعوا علوما عظيمة للاستيثاق في نقل الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعملوا درجات في قبول الحديث. أولا تصف درجة مدى صحة الحديث. اشتغل العلماء الكرام بالمنهج اللي حطه النبي عليه الصلاة والسلام في العهد النبوي الشريف، واللي تلقاه الصحابة بحرص، واللي امتثل ومشي على نفس المنهج التابعون كذلك، هكذا إلى أن وصل الحديث النبوي الشريف إلينا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤصل لهذا المنهج: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا نحاول ناخد اللي نقدر ناخده من الأسئلة عشان الوقت. أستاذة حنان تسنيم. أيوة حضرتك. نكتب يا أستاذة حنان.
مع حضرتك. اتفضلي ست كل معاكي. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا كان نفسي والله اتواصل مع حضرتك من سنه، من يا سنه خبر، بس ما كنتش عارفه. كل حاجه باذن ومعاد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بصي باختصار، انا كنت متجوزه، جوزي اكتشفت في فتره الجواز ان هو بيكلم اختي، يا خبر، وشفت رسائل منهم على الواتس ان هي بتقول له تعالى لي البيت، محتاجه فلوس منك، حاجات من دي، يعني بحبك. شكيت ان في علاقه ما بينهم، بس طبعا عشان ما شفتش بعيني ما كنتش بقدر اتكلم ولا اقول اي حاجه. خلفت منه بنت عندها دلوقتي سنتين. اتطلقنا. بعد طلاقي بسنه اكتشفت ان هو متجوزها، بس متجوزها رسمي بس مش موثق في المحكمه. انا دلوقتي نفسيتي تعبانه جدا، منع منه البنت بقالي فتره، مش عايزه اشوف البنت، ورفض المصاريف منه، مش عايزه اخد منه جنيه. ده حق البنت. ألا مش قادره اتعامل معاه خالص، نفسيتي متدمره طبعا. السؤال هنا، انا طيب، والعيله في، والعيله فين من يعني من الموقف اللي انا والدي متوفي، ووالدتي ست مريضه كبيره في السن، لا حول ولا قوه، يعني مش قادره تعمل حاجه. هي مش شقيقتي، هي من ام تانيه. بس اهله بيقولوا عادي يعني لما يتجوز اختك، بالرغم ان هم عارفين ان سبب طلاقنا هي ان انا اكتشفت اللي بينهم. دلوقتي انا عايزه اعرف حلال ولا حرام ان انا بعدت البنت عنه. وثاني سؤال، اتفضلي، استهدي بالله، استهدي بالله، انا اسئله راحت من دماغي والله. لا لا، ان شاء الله تفتكريها. ثاني سؤال، الحمد لله، أنا الحمد مش قادرة لله. أتكلم أكتر من كده، بس أنا عايزة طيب. أعرف حلال ولا حرام طيب، إن لو بنتي تبعد افتكرتي عني. أو تسنيم كده بعد ما تهدي تاخد منك السؤال التاني. شكرا حبيبتي، شكرا أستاذة حنان. معانا أستاذة أميرة. أستاذة أميرة، طيب الست أم أحمد، حاول أميرة تكلمنا مرة تانية. الست أم أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا فندم. الكل عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. أنا بفرح أوي لما بلاقي ابتسامتك على الشاشة. يا رب يرضيك، يا رب، يا رب يرضيك، يجعلنا من سعداء الدارين يا رب. اللهم آمين. تسلمي لي يا قلب. بقول لحضرتك، أنا مريضة اكتئاب من 20 سنة. سامعني؟ ربنا يكتب لكم الشفاء العاجل التام. طب بصي حضرتك، أنا أول ما تعبت الاكتئاب جالي بالخوف ومن الموت والمرض وخوف على عيالي، خوف عموما يعني، وما زلت باخد علاج لغايه دلوقتي. تمام. فانا من اللي بينطبق عليه سوره البقره، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. أيوة. انا من دول. حضرتك عايز اسالي ان الخوف ده، الخوف المرضي ده، احد انواع الابتلاءات اللي ذكرتهم الايه الكريمه، مما يبتلي الله به العباد. حاضر، هرد. صلاحين يوريني ان انا منهم، عشان انا الخوف يعني مش عايزه اقول لك بيموتني يا دكتور، مع اني والله ربنا يصرف عنك، ربنا يصرف عنك. مش الخوف اللي بالك يعني، مش الخوف اللي خوف مرضي اللي هو العادي، لا ده خوف. انت بتتكلمي على خوف مرضي بدليل انك بتاخدي علاج. انا فاهمه، بقالي 20 سنه ربنا يشفيك ويصرف عنك. ربنا يذهب عن قلبك وعقلك ووجدانك هذا الخوف. اللهم امين، اللهم امين. استاذه فاطمه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. منوره الشاشة ومنوره بيوتنا كلها يا دكتوره. الله يرضيك يا فندم، الله ينور علينا في الدنيا والاخره. عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. انا جوزي راجل كبير وعنده زهايمر، وهو كان كويس يعني، كان بيضحي عننا كل سنه من فلوسه، لانه يعني هو مقتدر شويه. دلوقتي انا يزكي عنكم، يزكي عنكم، قصدك زكاه الفطر؟ لا، الاضحيه. الاضحيه بيضحي. فدلوقتي انا والاولاد ما عندناش امكانيه ان احنا نضحي، وهو دلوقتي عنده زهايمر، هل هو كده سقط عنده التكليف ولا احنا نستمر زي ما كنا؟ مش انتوا تقدروا، لكم ملك على المال ان انتوا تقدروا تضحوا او خلافه، ولا مالكمش؟ هو المال يعني انتوا معانا. حاجته انتوا بتديروها يعني. بالظبط كده. تمام. بالظبط. هل ده
حلال يعني ينفع نستمر زي ما هو مكان؟ حاضر حاضر يا ست. ده أول سؤال. تمام. لو سمحتي ثاني سؤال بقى، الأضحية اللي هي مقسومة على 7 دي اللي هي الكبيرة، الذبيحة الكبيرة، لا مؤاخذة العجل يعني أنا معاكي. ده مدى صحته أو شروطه أو يعني مدى مشروعيته؟ حاضر شكرا شكرا ست فاطمة. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى. مرحبا بحضراتكم. الست حنان كانت بتسأل قبل الفاصل انها كانت متزوجة، وبعدين اكتشفت ان زوجها على علاقة باختها، واختها دي يعني هي مش من الام من الاب، وبعدين بعد ما اتطلقت منه بسبب المشاكل اللي عملتها اختها تزوج منها، وبعدين بتقول انا حرمة من بنته، ما برضاش اخد الفلوس اللي هي المصاريف، ووالدتها ست مريضة ووالدها متوفى، فهل هي كده بتظلم بنتها؟ لا نقابل الظلم بمثله، وما نحرمش حد من حقه الطبيعي، والبنت دي من حقها تشوف أبوها، يعني من حقها أنه يراعيها وياخد باله منها، وأنه هو أخطأ وأنت خلاص أنتوا انفصلتوا، فلازم أن حضرتك أولا تاخدي نفقة البنت لأن دي حقها، وأنت خدتي قرار، لكن ما ضيعش حق هذه الفتاة الصغيرة، ونصبر نصبر نصبر لابد، إلى أنه إن شاء الله يأتيك فرج الله. والإنسان دايما ما يبقى فيه مصاب ينخرط في أمور نافعة، يعني يشغل نفسه في حاجات نافعة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم، عشان الإنسان ما يستسلمش للأحزان والموجعات من غير ما يحط حلول لبعض المشاكل الكبيرة المتوسطة اللي بيعاني منها. والأذكار لابد الإنسان يكون له نصيب منها مع الدعاء بصلاح الأحوال. أما وإن أنا أقابل الظلم بظلم مثله، فأوقع نفسي في ظلم ابنتي بألا ترى والدها، ده من الظلم. أنت بتعمليه وفي نفس الوقت منعها حقها، الفلوس المصاريف النفقات اللي هي حقها، اللي ممكن يبقى فيه سعة ليها في معيشتها، يتخير لها تعليم بشكل معين. فأنت الجانب الخاص بك أنت خدت فيه قرار، الجانب الخاص ببنتك لا توقعي هذه الابنة الصغيرة في ظلمك لها بمنعها من أبيها. شئتي أم أبيتي أما تكبر حتعرف والدها وحتتواصل معه، وحتبقى أنت قدامها اللي منعتيها، حتى وإن كان في مشكلة الابن أو الابنة الولد عموما بيتوق إلى والدي، حتى لو أحدهم كان على خطأ أو الاثنين كانوا على خطأ، ده بالطبيعة يعني. الأستاذة أميرة الست أم أحمد معذرة، هي مريضة اكتئاب من 20 سنة، والاكتئاب اللي كان بيجي لها نتيجة الخوف الشديد المفرط، خايفة من الموت، خايفة على عيلتها أسرتها حبايبها، فبتاخد العلاج ده من 20 سنة. فهي بتقول في قول الله تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فبتقول هنا الخوف ده يدخل ضمن اللي أنا في الحالة بتاعتي، يعني هذا من ضمن الابتلاء بالخوف، ده من ضمن الابتلاءات، ونحسب إنه الصورة المرضية أو الصورة القصوى من الخوف مما اللي حضرتك فيها مما يندرج في هذه الآية الكريمة. صحيح إن الخوف المقصود اللي بتعبر عنه الآية كنموذج من نماذج أو وسيلة من وسائل أو نوع من أنواع الابتلاءات اللي بيتعرض لها الإنسان في حياته، والخوف المحتمل، أما الصورة القصوى منه وهي مسألة إنه يبقى الخوف المرضي، دي أقصى صورة منه صاحبة السؤال اللي حضرتك بتسألي عنها واللي حضرتك بتعاني منها، فهو ابتلاء، ما أنت في ابتلاء، ما هو ابتلاء بمرض، المرض اسمه مرض الخوف، عامل لك اكتئاب لأنك شايفة كل حاجة مقلقة وبتثير الريبة بالنسبة لك والخوف، وحطاكي في ضغط نفسي شديد. لازم طبعا أني أسير على العلاج، وهي طبعا من ضمن أنواع الامتحانات اللي بيمتحن بها الإنسان، ومن ضمن الابتلاءات اللي بيبتلى بها الإنسان، فنأخذ
بالأسباب اللي تعيننا على التداوي، ولا نغفل الدعاء والأذكار والتحصينات يا ست أميرة، وطلب العلم، لأن طلب العلم بيحل كتير من الإشكاليات والألغاز والأفكار السلبية الموحشة بالنسبة اللي بتهيئها النفس أو بيهيئها الحالة النفسية اللي بيكون فيها الإنسان، فبتثير المخاوف، وبتبقى المخاوف دي ضاغطة جدا على الإنسان توصله إلى حد المرض. فتصحيح ده عن طريق مجالس العلم، فإحنا نسمع المجالس اللي هي تزيد القلب طمأنينا وطمئنانا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكون لك ورد يومي من القرآن، خدي قدر كده اقرأي كل يوم من القرآن مع العلاج بتاعك، كل ده أخذهم بالسبب في طريق التشافي والتداوي. الأستاذة فاطمة بتسأل، احنا خلاص الوقت هنجاوب على سؤال، ويبقى سؤال لي الأستاذة فاطمة، بتتكلم عن الأضحية اللي هي الذبيحة الكبيرة اللي هو بيشتركوا فيها سبع، مادة جوازها؟ لا، هي جائزة، وهي مما علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، وما يجزئ عن الأضحية. الأضحية بتبقى سبع أفراد، اللي هي الإبل، البقر، والجاموس، دي اللي بيشتركوا فيها سبعة يا صاحبة السؤال، وهي مشروعة يا أستاذة فاطمة. ونكمل الرد إن شاء الله في الحلقة المقبلة على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين، نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.